بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. مرحبا بالجميع في هذه المحاضرة التي نشرف فيها باستضافة الدكتور ياسر الششتاوي. الدكتور ياسر سيحدثنا عن كتابه الجديد الذي يقدم صورة مختلفة عن مدينة الرياض، صورة تختلف عن التصور السائد. يستكشف ما يمكن أن تقدمه هذه التجربة للنظرية الحضرية بشكل أوسع. هذه المحاضرة ستكون باللغة الإنجليزية، لكن هناك ترجمة فورية. والأسئلة أيضا ممكن تكون باللغة العربية في خانة الأسئلة في زوم. للاستماع للترجمة يمكنكم الضغط على أيقونة الترجمة على الشاشة، تظهر على شكل أيقونة كرة أرضية. Welcome everyone. Thank you for joining us in this virtual مرحبا event. بالجميع وشكرا على انضمامك لنا في هذه الفعالية التي ينظمها برنامج الدراسات الثقافية في مركز الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. معنا الدكتور ياسر الششتاوي، أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، وهو كذلك زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن العاصمة. الدكتور الششتاوي له متخصص في هذه الأعمال ونشر أكثر من 70 منشورا بما في ذلك التاريخ الحضري والأمور غير الرسمية في البيئات الحضرية مع التركيز على البيئات الحضرية في الشرق الأوسط. والدكتور الششتاوي كذلك على دراية كبيرة بالخليج، فقد درس في الإمارات العربية المتحدة لعقدين من الزمن، وعمل في رسم الصورة المتقدمة لمدينة الخليج في المدن التي شهدت انتقالات مثل دبي. كتابه الحديث يأخذ فيه أو يستقي فيه معلومات ويستقيها ويدرس فيها مدينة الرياض، ويزعم فيه أن هنالك إسقاطات جديدة في الرياض مختلفة عن جيرانها من المدن. ودكتور الششتاوي، المجال لك الآن. دكتور أحمد، if you can get أحمد، هل بإمكانك؟ okay, so حسنا. السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور أحمد على المقدمة، وأرجو قبول اعتذاري لأنني أتحدث باللغة الإنجليزية. للأسف التعليم الجامعي كان بالولايات المتحدة، والأبحاث والمراجع كما تعرف كلها بالإنجليزية، مما يجعل إلقاء المحاضرة بهذه اللغة أمر سهل نسبيا، بس إن شاء الله في المستقبل تكون العربية هي اللغة الأساسية في أبحاث النمو العمراني. خلوني أعمل شيرينج للسكرين. So once again, many thanks for the introduction. مرة أخرى شكرا جزيلا على المقدمة. حديثي قائم على حد كبير إلى كتابي الرياض، تحول مدينة صحراوية كما ذكر الدكتور أحمد. وفي هذا الكتاب an example of an urban center in the Arabian Peninsula. إلى تقديم مثال لمركز حضري في شبه الجزيرة العربية يتعارض مع المفاهيم التقليدية عن التمدن الحضري السائد في المنطقة. ولتحقيق ذلك أناقش نهج الأنسنة الذي شكل جوهر السياسة الحضرية التي تسعى إلى جعل سكان المدينة جزءاً لا يتجزأ من عملية التحضر. مع أخذ ذلك في الاعتبار، سأقوم بمراجعة عدد من دراسات الحالة التي تهدف السلطات البلدية في الرياض من خلالها إلى تطوير مشاريع تتضمن مفاهيم الشمولية والمشاركة. ويمكن رؤية ذلك في تطورات من خلال تطوير المنتزهات الحضرية والمراكز المجتمعية ومرات المشي ورفع مستوى وإعادة تأهيل شوارع المدينة وتنظيم القطاع غير الرسمي بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأ من البيئة الحضرية اليومية. تقدم مثل هذه الصور سرداً مضاداً للسياسات من أعلى إلى أسفل، والتي تميل إلى الهيمنة على الخطاب الحضري الناشئ من المنطقة. واسمحوا لي أن أبدأ بهذه الصورة الفضائية أمامكم هنا، والتي كانت على وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان،
من وقت قريب، وهي نظرة من الرياض نرى فيها مدينة مركز الملك عبد الله المالي في المنتصف، حيث أن هذه الصورة رؤية من زاوية منخفضة للرياض. والكثير من الجولات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ترى أن هذه الصورة تمثل جوهر الرياض وشكلها الحضري، وأنه منظر حضري يتوسع باستمرار تهيمن عليه الطرق السريعة والشوارع، وهناك نقص في المساحات الخضراء، ولا يمكن للمرأة أن يتخيل أي نوع من حياة الشوارع الخارجية في مثل هذه البيئة. هذا بالطبع شيء صحيح، ولكن جزئيا، فإذا حصلنا على نظرة أقرب إلى الأرض سنرى في الواقع مدينة مليئة بالحياة ولديها نصيبا معادلا من المساحات الخضراء، وأيضا من نواحي كثيرة ما نراه هنا هو وجهة نظر المخططين، لكن المدينة الفعلية يتم تحديدها من خلال تصرفات سكانها بطرق عديدة. وهذا يقودني إلى هذا البيان الذي أدلى به المؤرخ والفيلسوف الفرنسي ميشيل دي سوفيل: الممارسين العاديين للمدينة كما سماهم يعيشون في الأسفل، وكان يضاهي ذلك بمنظر المخططين الذين يراقبون المدينة من مسافة عالية في الأعلى مرتفعة. بشكل ملحوظ يؤسس سكان المدينة نصا حضريا سردية من نوع ما من خلال المشي، ويصفهم باستخدام الكلمة الألمانية الرجال الماشون. من خلال فعل المشي يتم إنشاء القصص وتهيئة الظروف المكانية وتشكيل المشاهد، وبمعنى ما فإنه من خلال التنقل عبر المدينة كمشاهد يؤسس الناس شكلا آخر من أشكال التحكم في موطنهم، فهم يقررون المسار الذي يسلكونه وأين يتوقفون وأين يتباطؤون أو يمشون بالهوينة. تؤكد هذه التوقفات على إيقاع يتعارض ويشكل نوعا ما من التحدي ضد المدينة الحضرية الرسمية كمدينة رسمية. هناك الكثير من العلماء في دراسات الاجتماع الحضري والتخطيط الحضري الذين نظروا إلى ذلك، فعلى سبيل المثال ريتشارد سينت وهو عالم الاجتماع الحضري في عدد من النشرات التي ذكرها مثل استخدام النظام والمدن، يزعم ويقول أن المدينة يجب أن تعتنق التنوع والاختلاف، وأننا بحاجة أو يجب أن يكون هناك مواجهة للآخرين. والمخططون وكوينتين ستيفنز وغيرهم في كتابه التنوع والمساحة في الحياة الحضرية يناقش مبدأ أن الناس يمكنهم أن يمددوا حياتهم في المساحة من خلال الوجود في هذه العقارة. وجيفري هو وهو مخطط حضري في كتابه Insurgent Public Space المساحة الحضرية متقاربة يقول أن جوهر المدينة يقع في حضورها، وهذا بالطبع يفرض تحديات أساسية للحوكمة الحضرية. كيف يمكن للمخططين الحضريين أن يسلكوا ويستوعبوا منهجية تسمح بالإجراءات من الأسفل إلى الأعلى؟ وهذا ما سأتحدث عنه اليوم. وإن سعي لإضفاء الطابع الإنساني على المدنة وأنسنتها في المنطقة من خلال عدسة السمة غير الرسمية، وهي رحلة بدأت في القاهرة ومن حيث أنا نشأت أساساً ومرت بدبي وأبوظبي والدوحة حتى وصلت إلى الرياض، وهي بالطبع محور حديثي اليوم. على مدار العامين الماضيين كنت أذهب إلى المدينة الرياض وذهاباً وإياباً وأعمل العمل كتاب عنها وعن تحولها الحضري، وأنظر كذلك إلى الصراع بين الرغبة في الحفاظ على عفوية المدينة مع ضمان تنظيم الأشياء وترتيبها، وباختصار المسائل المتعلقة بالحوكمة الحضرية. بظاهر الأمر تبدو المدينة مدينة الرياض خالية من أي طابع غير رسمي، مدينة خارجية نموذجية تسيطر عليها طرق سريعة بأبنية رائعة في الخلفية تبدو. إن محاطة بمناظر صحراوية لا نهاية لها كما تبدو، والزحف العمراني أو التوسع العمراني المستمر والحياة الداخلية المخفية أو المختبئة خلف الجدران، ولكن ليس هذا صحيحيا بشكل واضح، ولكنها صورة نمطية منتشرة وشائعة.
في بعض أحيائها مثل حي الوزارات نرى نوع الحياة في الشوارع، في الهواء الطلق الذي يمكن للمرأة أن يلاحظه من جميع أنحاء المنطقة في أحياء المهاجرين، بحيث التفاعل على طول زوايا الشوارع، يبيع الباعة المنتجات من مؤخرة الشاحنات الصغيرة، وهناك حياة في الشوارع، ولكن هنالك أيضا جيوب متدهورة بشكل واضح، ويبدو أن المنطقة أو الحي منفصل عن المدينة. في أماكن أخرى مثل في حي الشميسي القديم، مداخل الأزقة والمباني والأرصفة مليئة بالمقيمين والزائرين، وفرصة والذين لديهم فرصة للقاء والتواصل الاجتماعي في هذه المناطق. وهنالك أيضا كتابة على الجدران في الخلف، لكن المهاجرين من خلال وجودهم في هذه المواقع يتحدون بطريقة ما النظام الرسمي وهيكل المدينة الرسمي، حيث يدعون إلى حوزتهم هذه الأقسام الهامشية وكأنها تخصهم. لكن الاستخدام غير الرسمي ليس مخصصا فقط حصريا للأحياء التي يسكنها مهاجرون من ذوي الدخل المنخفض، ولكننا نرى كذلك أيضا في مناطق أكثر رسمية مثل أسواق المدينة القديمة في البطحاء بالقرب من قصر الحكم، ونرى كذلك أرصفة يشغلها بائع الخضار. وعلى حد علمي أنهم لا يفعلون ذلك، ليس لديهم ترخيص، ولكن نوع من التسامح، ليس اضطرابا تماما، ولكنه يضيف درجة من الاهتمام إلى المدينة، يوضح كيف يوسع الناس حدود الاستخدام ويقترح الاحتمالات أو يشير إلى الاحتمالات المختلفة التي يمكن أن توجد ضمن بيئة معينة. البائعون السابقون يعرضون منتجاتهم في نوع من البيئة المهيكلة المنظمة، ويظهرون كما لو كانوا جزءا من نظام البيع الرسمي. وفي أماكن أخرى من المدينة كذلك الموقف مختلف بعض الشيء، فمن الشائع إذا كان شخص ما يقود في طريق سريع في الرياض أن نجد بعض الشاحنات الصغيرة الصندوقية التي تبيع بعض هذه الأشياء، ونرى هنا نوعا من أسواق الفواكه أو أسماك الخضروات غير الرسمية، وميكل أنستازي التقط هذه الصورة، والذي كان جذبه هذه الأنواع من المعارضات، وهي المدينة الرسمية تظهر في الخلف وغير الرسمي يظهر في الأمام العدسة. وفيما تبقى من حديثي سوف أقوم بعرض عدد من دراسات الحالة التي تتناول موضوع أنسنة أو إضفاء الطبع الإنساني على المدينة. سأتحدث أولا عن موضوع المنتزهات، وبعد ذلك إعادة هيكلة المدينة، وبعد ذلك ينقلنا النقاش إلى نظرة عامة إلى ممرات المشي، وفي نهاية كذلك تنظيم القطاع الرسمي. ودعوني أبدأ بالمنتزهات الحضرية، والتي حظيت باهتمام كبير خلال السنوات القليلة الماضية في العاصمة السعودية. تقع حديقة عكاظ البيئية إلى الجنوب من المدينة، وكانت في السابق مكانا يستخدم كموقع للتخلص من القمامة، وأدت جهود التنظيف الجوهرية إلى تحويل المنطقة إلى حديقة خضراء أصبحت نقطة جذب لسكان الأحياء المجاورة، مكان يستخدم بكثرة من قبل الأطفال والعائلات والنساء. الحديقة مليئة بالأنشطة، حيث نرى هنا عائلات وأسر تجلس على العشب بينما يلعب الأطفال في المناطق المحيطة بهم، وآباؤهم أو أولياء أمورهم قريبون يتأكدون أنهم آمنون من أي ضرر. وأيضا لدينا حديقة الزهور، وهي القريبة من وسط المدينة، والتي لها جو مختلف تماما، حيث أنها أقرب إلى كونها حديقة حي أو مجاورة، يمكن للمرء أن يجد فيها ملجأ حقيقيا ومهربا من المدينة. وفي الوقت ذاته تستخدم بكثرة كمكان من قبل النساء اللواتي يمكن رؤيتهن هنا، وهن يشاهدن أطفالهن وهم يلعبون. منتزه الملك عبد الله بالقرب من حي الملز هو حديقة ضخمة تتميز بتنوع المساحات المفتوحة التي تستخدمها العائلات بكثرة، وهي مكان شهير للتنزه
مع مشاهدة عرض من النافورة الكبيرة في على يمين الصورة. بعد أن تطوير الشوارع القائمة يكون مكونا مهما آخر لمبادرة الرياض أنسنة الرياض، تمحور نهج التخطيط الحضري للمدينة في السبعينات والثمانينات كان حول السيارة، ولكن في التسعينات حدث تحول حيث تم التركيز على الناس وعلى رفاهيتهم وسلامتهم أو عافيتهم. والشارع الوحيد الذي استحوذ على جوهر هذا التحول كان شارع التحلية، والذي يسمى كذلك شارع ويلقب بشارع الشانزليزيه في الرياض. في أحد المشاهد التي صادفتها خلال زيارتي الأولى كان هذان البائعان هنا، واللذان يقدمان الشاي المعد على الفحم للمارة من أي مكان، ويمكنني أن أقول أنه كان شائع جدا، حيث كان هنالك ألفة وعفوية في مشاهدة المواجهات التي حدثت بين العميل أو العملاء وبين البائعين أثناء حدوثها أمام عيني. مشهد آخر وجدته رائعا هو هذا المسجد المرتجل والذي تم إنشاؤه في الشارع مع الاستفادة، وطبعا المنظمون هذا الأمر لهذا المسجد غير الرسمي استفادوا من قسم موسع في الشارع لاستيعاب جانب مهم من ثقافة الناس ونمط حياتهم. لا يوجد أدنى شك أن الشارع لا يزال يحتفظ بعناصر الحصرية، حيث هذه الجوانب الواسعة من الممرات الأرصفة للمشاه كان يغمرها الرجال أكثر، وهكذا كانت بدت للوهلة الأولى. وعلى طول الشارع يمكن للمرء أن يرى مجموعة من النساء الشابات يستغلن المكان المريح والآمن لممارسة الرياضة في المساء. ومع ذلك يبدو أن المستخدمين لهذه الأرصفة من الذكور والإناث يسكنون مجالات مختلفة مع عدم وجود علامات على التفاعل والاختلاط، علامة على أنه لا يوجد هنالك أنه لا يزال هنالك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حتى تكون هذه المواقع شاملة حقا. وهنالك بوادر أمل لم يكن أحد يتخيلها قبل بضع سنوات وأصبحت الآن شائعة بشكل متزايد. مجموعة من الشابات يجلسن في مقهى في الهواء الطلق إلى جانب مستخدمين آخرين بسبب تخفيف القيود الاجتماعية التي تمت وحدثت. إن تشجيع النساء على ممارسة الرياضة وتوفير هذه المساحات الخضراء لهذه الأغراض هو شيء أو أمر يحظى باهتمام كبير على مر السنين الأخيرة، على وجه التحديد تطوير ممرات المشي. عادة ما تكون هذه موجودة بجانب سور هيكل حكومي أو مجمع مؤسسي كبير مثل مدينة الملك فهد الطبية كهذه الصورة هنا. لم يتم توفير وسائل راحة وكانت مجرد مساحة يمكن للمرء أن يؤدي وظيفة روتينية بها. ومع ذلك تحسنت الأمور وحظيت هذه المسارات للمشي باهتمام السلطات التي تهدف إلى تعزيز تجربة المشي من خلال توفير أثاث الشوارع المناسب وعناصر تنسيق الحدائق وتركيزات الإضاءة. وكان هنالك أيضا درجة من عينة من التسامح والسماح للبائعين غير الرسميين بعرض منتجاتهم للمرة، والتي من خلالها عززت نشاط المشي وشجعت الناس على الخروج من منازلهم وعلى المغامرة. بينما يبدو أنه ربما في بعض الأقسام بعض أنها مهجورة بعض شيء، إلا أن هنالك مزيج متنوع من المستخدمين من كلا الجنسين، وإشارة إلى أن المدينة تمضي قدما في محاولتها لأنسنة أو لإضافة البعد الإنساني وجعله أكثر ملائمة وشملا للجميع. كما أشرت في بداية حديثي، فإن إيماني قوي أن أحد العناصر الرئيسية للمدينة الشاملة هي تشجيع القطاع غير الرسمي، لكن من الضروري ملاحظة أن هذا يحتاج إلى أن يتم تنظيمه وتشريعه ووضعها في إطار تنظيمي. وفقط لأعطيكم مثالاً أو سأعطيكم مثالين
أختتم بهما حديثي اليوم. قررت أمانة منطقة الرياض، مدينة الرياض، أن تخصص يوماً خاصاً يسمونه يوم المزارع لصغار الفلاحين. يمكن للمزارعين من محيطنا من المدن المحيطة المدينة بيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، وكان الموقع في السوق الشمالي للمدينة، سوق الشمال، والذي كان في البداية مجرد منطقة مفتوحة، ولكن تم تطويرها بشكل أكبر مع تضمين هيكل مخصص، وأطلقت الصحافة المحلية عليها اسم يوم الونيت الأحمر، يوم الونيت الأحمر، في الإشارة إلى الشاحنة التي يباع منتج فيها عادة. خلال زيارتي في عام 2019 وجدت أجواء صاخبة وغير رسمية، تأثرت بشكل خاص بالأنشطة التي تخرج أو تجري خارج الهياكل أو الطاولات الموضوعة، والطاولات والموضوعة في الخارج، والأكياس مع المنتجات على الأرض، والأرض مساحة كبيرة مليئة بالعملاء والزبائن. كان مشهدا حيوي للغاية يتناقض مع ما كان سيحدث في السوبر ماركت أو غيره من الأوضاع السلعية الأخرى، وكان هنالك شعور بالأصالة وإحياء الأسواق الشعبية التقليدية، وأيضا فرصة للقاء الآخرين، وكان الناس يتحدثون إلى بعضهم البعض، والمكان بالكامل كان يشمل ويسمح بالتفاعل الاجتماعي وخلق الإحساس بالانتمارات. بمجرد أن يخطو المرء داخل الهيكل أو البناء، تم الحفاظ على الاتصال بالخارج، تصميم بسيط ومخطط مرن يشمل بأحداث وفعاليات متعددة، والاهتمام الخاص كان هؤلاء الحملين من الشباب هنا، حيث كانوا يحملون أكياس المنتجات للعملاء، عملاء السوق، والذي بين لي أن السوق كان يزود أو يوفر فرصا اقتصادية وتوظيف للشباب. ومع مضينا قدما إلى الأمام، هنالك دليل على استخدام الواسع والمكثف والنطاق والمتنوع بطريقة غير رسمية لعمليات الاستيلاء. نرى هنا الكتابة على الجدران على الأعمدة تسلط الضوء على الحاجة إلى إشراف أكثر صرامة، ولكنها تضيف أيضا إلى المساحة درجة معينة من العفوية. تهدأ الأمور بالطبع، لكنها تثير مسألة حدود التسامح والتساهل. واسمحوا لي أن أنهي هذا القسم أو الفصل بثمانية شرائح بخصوص أمر مذهل زرته أثناء أيامي الأخيرة في الرياض، وهي كانت في سوق المواد المستعملة الجديد، وهو حراج بن قاسم، والذي نراه في الخلفية هنا. نرى هذه الهيكل الخيامي الرائع، وهذا البرج الرائع في الوسط، والحملون على الأرض. بمجرد أن نذهب إلى هذا الهيكل نرى مسارات، ومن كلا الجانبين من المسارات نرى هذه الأشياء المستخدمة والأدوات المستعملة، وفي هذه الصورة نرى الملابس، وجميعها منظمة في شكل جيد. ومع مضينا قدما نصل إلى هذا البرج الذي رأيناه في الصورة السابقة. نرى هذه المنطقة المفتوحة، مساحة مفتوحة، والتي تشكل نقطة اجتماع للعملاء والزبائن الذين يأتون إلى هذا السوق حراج بني قاسم. والمشهد والتفاعلات التي كنت أنظر إليها ذكرتني بطرق عديدة بنوع التفاعل الذي رأيته في حي المهاجرين أو المقيمين في أبو ظبي وفي دبي، ولكن في هذا الصدد بالطبع حدث ذلك في مكان طبعا كان مشمولا، وكانت النشاطات فيه منظمة في شكل كامل. وخارج هذا المكان أو الهيكل المنظم المسور، نذهب أو نصل إلى منطقة مفتوحة، وهي منطقة المباسط، حيث النشاطات التقليدية للحراج تتم فيها. ونرى هنا في الوسط، في وسط هذه الصورة، المحرج، وهو الذي يقوم بإدارة هذا النشاط ويبيع ويقوم بعمل المزايدات والمزادات على أدوات كان يتم تنزيلها من
شاحنة صندوقية وكان ينادي بالسعر، وهناك أشخاص مختلفون هنا يقدمون عطاءاتهم وأسعارهم. وهناك أيضا في أيام مختلفة تكون هناك نشاطات مختلفة، حيث نرى هنا ملابس وحقائب أو وسادات وسائد وموجودة بشكل عشوائي على هذه المنصات. بعد أن لاحظنا هذه النشاطات، سألت من يصاحبني أن نرى، أو طلبت منه أن نرى الحراج الأصلي الذي كان، أو الذي ترك، والبائعون طلب منهم أن ينتقلوا منه إلى السوق أو المكان الجديد. وعندما وصلنا إلى هناك، كان هذا ذات يوم من منطقة مزدحمة للغاية، الكثير من المتاجر أغلقت، بعضها فتحت، ولكن يمكن أن نرى بوضوح أنها بيئة متهاوية، حيث أنها أصبحت أقرب بعشوائية أو جيتو. وإلى جانب ذلك نرى أن هذه المنطقة المفتوحة التي كان ينصب فيها الحراج قديما، ونرى هنا لافتة من البلدية تشير إلى أن هذا السوق قد انتقل إلى الموقع الجديد، وأنه لا يوجد، لا يمكن أنه يمنع البيع والتحريج هنا، لكنها بيئة متهاوية، نعم، وتثير مشكلة أو مسألة أنه قد يكون هنالك بطريقة ما هذا المكان يمكن أن يتم ترقيته وتحديثه مع الحفاظ على السوق الجديد كذلك. وفي الختام، هذا هو غلاف كتابي الذي ترجمته إلى اللغة العربية، وتمت وحرره الدكتور زاهر عثمان من جامعة الأمير سلطان ليجعله أكثر قراءة، وأمل أن يتم نشره قريبا. وفي النهاية كان هدفي هو إثبات أن تلك التطورات في الرياض، والتي بدأت في عهد رئيس البلدية السابق الأمير عبد العزيز بن عياف، وهو رئيس البلدية السابق في الرياض، مهدت الطريقة للرياض أن تقدم مضادة أو سردا مضادا للحضارة التي تخدم المختلفة عن ما رأيناه في مدن مثل دبي وأبو ظبي والدوحة، نمطا حضريا في خدمة جميع السكان وليس فقط مجموعة مختارة. وأنتهي هنا وأشكركم جزيلا على استماعكم، وسأسعد بإجابة أي أسئلة قد تكون لديكم. شكرا جزيلا دكتور ياسر. الآن أود أن أتيح المجال للأسئلة، إذا كانت لديكم أي أسئلة يمكنكم أن تقوموا بكتابتها في الصندوق في الأسفل وفي المربع المخصص للأسئلة والأجوبة، وسوف أقرأها. إذن قبل أن نتطرق إلى الأسئلة، لدي، شكرا لك دكتور الششتاوي على هذا هذه الصور الرائعة من وحديثك عن الرياض، كانت والتي كانت تشير إلى المدينة بشكل رائع. ربما أبدأ هنا بسؤال عن، أو أكثر أو أقل هو مفاهيمي بعض الشيء، لأنه في الكتاب لاحظت أنك تتطرق إلى الكثير من الأمور الاقتصادية، الرياض مهام مثلا السواق التجارية وهذه الأراضي والأماكن التي يمكن أن تجتمع معا، وأيضا ذكرت كيف يمكن للنمط التنازلي من الأعلى الأسفل أن يستوعب ذلك. والجزء الأهم من ذلك الذي ناقشته هو الطابع غير الرسمي، الطابع غير الرسمي والتخطيط. ذكرت بعض الأمثلة لكيف لهذه الأشياء أو هذان الشيئين أن يتواجدا معا. يمكن أن نقول الأمر العفوي هو معارض، العفوية هي مضادة للتخطيط، الوهلة الأولى، وأن المدينة يمكن أن تفقد جوهرها. كيف
يمكننا أن نجيب على هذا السؤال؟ وكيف يمكننا أن نجمع بين الأمرين معا؟ نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال، وهذا سؤال دائما ما يطرح ويثار عندما يذكر هذا الموضوع. وما أزعمه وما أقول هو أنا لدي خلفية معمارية، وحيث مجال تركيزي كان ينصب كثيرا على قصائص والبيئة الخصائص والبيئة المادية للمنطقة الحضرية المبنية. وما أقوله وأزعمه هو أن المصممين الحضريين والمعماريين بحاجة إلى توفير الفرص وإتاحة الفرص في تصميماتهم لتكون مفتوحة النهاية وتكون مرنة. معنى ذلك هو أن لديهم الإمكانية، وأن يكون لديها إمكانية لتشمل مستخدمين مختلفين ومستخدمين متعددين. وفي ذات الوقت من الضروري جداً أيضاً للمسؤولين في المدينة أن يوفروا الخيارات. المشكلة عندما ننظر إلى التطورات الحضرية التي تحدث في الجزيرة العربية وكذلك في أماكن مختلفة حول العالم، هو أن التطورات والتنمية تركز في غالبيتها على الحصرية وعلى توفير أشياء تلبي احتياجات بشكل أساسي الزائرين والمستثمرين والسياح والمقيمين أو المواطنين من عالي من ذوي الدخل المرتفع، ويهمشون أو يقصون مجموعة كبيرة من السكان. وما أزعمه أنه لا يوجد شيء خطأ أصلا في توفير هذه الأماكن المعمارية الرائعة والمشاهد المعمارية الفخمة والتي تبدو جميلة والمتاجر الكبيرة، لا شيء خطأ في ذلك. لكن في ذات الوقت يجب أن يكون هنالك أيضا أماكن لكن تلبي احتياجات المستخدمين متوسطي ومنخفضي الدخل، وألا تكون هذه المدينة حصرية لمرتفع الدخل فقط. إذن هذا يجب أن يندمج ويتكامل معا بشكل تدريجي. وهنالك نزعة مثلا أن يكون هنالك أحد أجزاء المدينة مصمم ل الاستخدام الحصري، وهنالك وأن يكون هنالك منطقة نائية عنها أو بعيدة عنها مكرسة للاستخدامات غير الرسمية وما إلى ذلك. إذن أعتقد أنه يجب أن يكون هنالك طريقة للمزج بين الأمرين معا ولدمجهما. وأعتقد أن الاستراتيجية الأساسية هنا هي أن يكون تكون هذه المساحات مفتوحة النهاية ومرنة. شكرا لك. شكرا لك دكتور ياسر. لدينا هنا بعض الأسئلة التي بدأت تظهر، والإجابة على هذا السؤال أيضا وهو يسير في نفس الاتجاه. بعضهم يقول أننا نريد أن نسمع المزيد عن درجة أو حدود التساهل والتسامح، وأيضا كونك مهتما في التراث السعودي وكذلك عملية إطفاء الطابع الإنساني وعلى المساحات المختلفة والمساحات الخضراء، وهذا مشابه للسؤال نفسه الذي طرح. وأضيف أيضا أن يكون لدينا مثلا شاحنات مسجلة للأغذية بدلا من الشاحنات العفوية غير المسجلة. فهل يمكن أن نركز تحديدا على ما ذكر في السؤال وهو حدود التسامح والتساهل، أو عمليا أين يجب رسم الخط وما هو الحد للتسامح والتساهل، وكيف يمكننا، وهذا أيضا هذه هي المعضلة، كيف يمكننا أن نحافظ على التراث وفي ذات الوقت ربما نحفظ العفوية للتراث مع التغيرات الطبيعية للذاكرة البشرية. نعم، تحدثت عن شاحنات الغذاء، وأعتقد أن ذلك مثال جيد، لأنه النشاطات أو نشاط بيع الغذاء والأكل في الشارع وتناول الطعام في الشارع وما إلى ذلك، إذا نظرنا إلى أماكن مثل مدينة نيويورك مثلا أو غيرها من الأماكن المختلفة في العالم، نرى هذه الشاحنات في كل مكان، وهي تبدي مظهرا أن يكون هنالك نوع من العفوية والمرونة التي يدعو إليها الحضريون. لكن في الحقيقة إن ضررنا عن كثب لهذه النشاطات نرى أنها منظمة للغاية، وفي الحقيقة هنالك
شروط صارمة وتشريعات صارمة وتنظيمات صارمة تحكم بيع الأغذية في الأماكن المفتوحة. فيجب أن يكون هنالك تفتيشات على الصحة والسلامة والنظافة، وهذه الشاحنات يجب أن تكون موجودة في أماكن معينة، والتخلص من النفايات يجب أن يكون منظما وغيره من هذه الأمور. إذن هذه النشاطات هنا تبدو وكأنها غير رسمية، لكن مع ذلك هي منظمة بشكل كبير، وأعتقد أن هذا ربما هو الإجابة على كيفية وضع هذا النوع من الحدود للتسامح أو التساهل التي نبحث عنها. وأيضا يشبه بكثير سوق المزارعين أو يوم المزارع، حيث رأيتكم إياه، وهنالك هياكل مخصصة تم إنشاؤها لبيع الخضروات، وهنالك مثال لم أبينه أو لم أعرضه، وهو لسبحات الباعة الجائلين والتي نراها في بعض الأحياء المختلفة في الرياض، والتي تندمج مع الأحياء، فالمقيمون عندما يخرجون من منازلهم يمكنهم البدء في شراء الخضروات والفواكه والأطعمة وما إلى ذلك وغيرها من الأشياء. والآن السؤال فيما يتعلق بالتراث والهوية، أعتقد أن هذا يعتبر قضية مختلفة عن الطابع غير الرسمي. والشيء الأساسي هنا هو أنه في تصميم المباني والمساحات الحضرية والمشاريع المختلفة والمتنوعة عبر المدينة، من الضروري ألا نشرع في طابع من النوستالجيا أو الحنين الماضي وننسخ فيها عناصر من المباني التاريخية من الماضي، ولكن المخططين الحضريين والمعماريين يجب أن يأخذوا أو يلقوا نظرة عن كثب إلى ماهية العناصر الثقافية الجوهرية المتجذرة والتي حافظت على وجودها وحضورها عبر مر السنوات. على سبيل المثال أماكن مثل المجلس الذي نراه في المنازل عبر المدينة في الجزيرة العربية، من الواضح أن هذا شيء يعتبر كثيرا جزءا من الثقافة الثقافية، وفكرة الجلوس خارج بيت المرء والرابط بين المستمر بين الداخل والخارج، هذا شيء مفقود في التنمية الحضرية الحديثة، وهذا شيء أعتقد أنه يمكن الحفاظ عليه بطريقة ما، ومع دمجه بطريقة أو بهياكل معمارية ولغة معمارية أحدث في ذات الوقت. وأعتقد أن ذلك يضمن أن الهوية يتم الحفاظ عليها واستبقاؤها، وفي ذات الوقت الحفاظ على بعض الأمور العناصر الثقافية الجوهرية. شكرا جزيلا. هنالك سؤال آخر يثير أيضا أو يسأل عن الحدود على سبيل المثال إذا كان لي أن أصوغ السؤال، أقوم بصياغة السؤال بطريقة أبسط، إلى حد ما المبادرات التي وصفتها إلى أي مدى يمكن أن يتم تعميمها لبقية المدينة، أو كم مقدار الحياة الموجودة في الرياض التي مستها عملية الأنسنة أو إطفاء الطابع الإنساني؟ نعم، دعني أقدم لك مثالا آخر. منذ بضع سنوات طلب مني أن أقيم مقترحا أو عرضا لمشروع ضخم هائل كبير رئيسي سوف يتم تطبيقه في الرياض، وهو بوليفارد الرياضي أو المسار الرياضي، وهذا مشروع هائل سوف يكون هنالك فيه طريق سريع، طريق سعود بن مقرن والذي سوف يمر بمدينة الرياض من الشرق حيث وادي حنيفة، أو من الغرب حيث وادي حنيفة إلى الشرق حيث وادي السلي،
تقريبا 40 إلى 50 كيلومتر طول هذا الطريق. وهذا المشروع في صياغته أو مفاهيمياته الأساسية الأولية تم تخطيطه وتصميمه ليتبع الشكل النمطي الحضري ذاته الذي نراه في أي مكان آخر، وهو ربما أنه مكان حصري وفخم وهيكل رائع على هذا الطريق والمنفصل بعض الشيء عن الأحياء المحيطة والتي نجدها على جانبي هذا الطريق السريع. لذلك في تعليقنا، وكان لدي زميل معي وكنا نقيم هذا المشروع، والذي من خلال كذلك مستشارين في الولايات المتحدة، طلب منا أن نلقي نظرة أكثر أو أقرب عن الأحياء المحيطة من خلال تصميم هذه الأقسام المنفصلة الموجودة على مرور هذا الطريق بالطريقة الواضحة. ولذلك النشاطات الموجودة والمقيمين الموجودين في هذه الأحياء يمكنهم أن يدخلوا إلى هذه البيئات المختلفة التي توجد على طول هذا الطريق، وأن يستخدموا مختلف المساحات التي يتم تطويرها وتوفيرها سواء ثقافية أو رياضية أو ترفيهية. إذن لا تكون منطقة حصرية فقط منفصلة عن ما يحيط بها، ولكنها تصبح متصلة بشكل كبير مع ما يحدث، وتصبح نظاما شاملا يربط بين هذه العناصر المختلفة على امتداد هذا المسار الرياضي البوليفارد. وسيكون هنالك محطات توقف للمترو وقطار الأنفاق، ولذلك يمكن يكون هنالك أشياء يمكن العمل عليها. مدينة الملك عبد الله المالية التي رأيناها في صورة الأقمار الصناعية التي أريتكم إياها، وتصميم هذه محطات التوقف لقطارات الأنفاق وطريق المسار الرياضي البوليفارد. يمكن لكل هذه الأشياء أن تتدفق إلى بعضها البعض وتصبح بيئة كاملة واحدة. شكرا جزيلا دكتور. يذكرني ذلك بشيء أعتقد أنك ناقشته في الكتاب فيما يتعلق بربط أو التوصيل بين المماشي إلى شبكة، حتى لمن يمشي يمكنه أن ينتقل من حديقة إلى أخرى ويقود إلى هذا المكان ويمشي ويقود ويعود مرة أخرى. إذن هناك سؤال آخر يتعلق بمخاوف من أحد السكنين هنا، ويتحدث عن الفصل مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة الجزيرة العربية، وأسأل كيف ترى ذلك التحدي للفصل الاجتماعي، وكيف ترى أنه يؤثر على التطور الحضري في الرياض؟ أين ترى الرياض مقارنة بغيرها من نظيراتها في الخليج؟ الفصل الاجتماعي أو الإقصاء الاجتماعي بالطبع هذه بعض القضايا التي لا نجدها فقط في الرياض، ولكن نجدها في مدن أخرى مختلفة حول العالم. في باريس على سبيل المثال هناك بعض العشوائيات المحيطة بمدينة الرياض. في نيويورك نرى كذلك بعض العشوائيات ومناطق الجيتو كذلك، وفي فيلادلفيا التي أعيش فيها هناك أيضا بعض هذه المناطق المنفصلة عن المدينة والخطيرة جدا ومليئة بالجريمة. إذن هذه قضية المخططين الرسميين للمدينة ومسؤولي المدينة والمشاركون في الحوكمة الحضرية يجب أن يتأكدوا أن هناك سياسات لمنع ذلك من الحدوث. إذن لا يمكننا أن نسمح لحدوث هذا الأمر الفصل والذي يؤدي إلى هذا النوع من الإقصاء والتهميش، ولكن يجب أن يكون هناك منهجية تضمن أن هذا الفصل لا يتم ولا يحدث. وإذا نظرنا إلى المناطق الحضرية والعروض الحضرية وكذلك الحضرية والدليل الحضري الجديد الذي قدمه موئل الأمم المتحدة UN Habitat، فإن لغته تقول أننا يجب أن نتأكد أن يكون هنالك أحكام وشروط تمنع الإقصاء من الحدوث.
وأحد العناصر الخاصة في ذلك هو عملية الإسكان. فسياسة الإسكان لا يمكن أن تستمر وفقا للخطوط التي نراها اليوم في المنطقة، حيث هنالك منطقة مكرسة للمواطنين ومنطقة أخرى للوافدين، لكن يجب أن يكون هنالك دمج من نوع ما أو طريقة للمزج بين هذين النوعين من السكان معا، لكي يتمكن كلاهما الوافدون من المواطنين والمواطنين من العيش معا. عندما يكون هناك تنمية سكنية على سبيل المثال، هناك شروط لأن يكون هناك نسبة من السكن المعقول التكاليف الميسور التكاليف، والذي يتم إدماجه في أي تطوير عقاري جديد. وبالطبع عندما ننظر إلى الدوحة وتطوير المشارب في الدوحة، هي خطوة إلى هذا الاتجاه بالطبع، وهي محاولة لإيجاد بيئة في وسط المدينة قابلة للمشي والسيارات تكون في تحت الأرض، لها مكان تحت الأرض، وهنالك مناطق للمشاة، وهنالك بيئة عالية الكثافة مظللة، ولدينا كذلك وحدات شقق سكنية نأمل أن يسكن فيها كذلك المواطنون. لذلك فإن هذا يمكن أن يكون طريقة يمكن من خلالها التغلب على هذه المشكلة، مشكلة الفصل. أود أن أشكر الجميع الذين وجهوا أسئلتهم، لدينا الكثير من الأسئلة وهي أسئلة رائعة، لكن لا أعتقد أن بإمكاننا تغطية كل الأسئلة. حاولت أن أمزج بين أكثر من سؤال، بعض هذه الأسئلة متشابهة لما قاله الدكتور ياسر في حديثه. ولدينا هنا نفس السؤال من عبد الرحمن عن الفرق بين الازدهار الاقتصادي والشمل الاجتماعي والمشاريع الكبيرة، وبعض هذه الأشياء تم تغطيتها. هناك سؤال آخر وهو بعد آخر للشمل، نوع الجندرية أو نوع الاجتماعي، أين يمكنك أن ترى النشاطات الجندرية أو النوع الاجتماعي من خلال تجربك في الرياض؟ هل أنا أعترف أنني لم أذهب إلى جدة، لكن كتبت في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، كتبت مقالة صغيرة مؤخرا أعلق فيها على جدة، على التطورات أو مشهد التطور الحضري الكبير الذي يحدث الآن في مدينة جدة، ويسمى جدة سنتر أو مركز جدة. وما يحدث هو أن الحياة القديمة والتقليدية والغير رسمية يتم إزالتها في كامل المدينة، وهذه الأماكن يتم فيها إقامة مخططات في وتحاول محاكاة هذه البيئة التقليدية، ولكن وفي القلب منها كذلك هي شاملة، يتم بناءها وفقا لخطوط التطورات التي نراها في أماكن مثل دبي. دبي على سبيل المثال، مشروع سيتي ووك والذي نتج عن إزالة منطقة تقليدية تسمى شعبية الشرطة، وفي مكانها لدينا هذا النوع من البيئة الحصرية التي تملأها المطاعم الفاخرة والمتاجر الفخمة، وهي في الحقيقة ليست متجاوبة لاحتياجات اليومية للناس. إذن نزعني وتعليقي على ما يحدث في جدة هو أن هناك إمكانية للتأكد أو لإدراك أن هذه التطورات المعمارية أن تحدث، ولكن يجب كذلك أن نراعي أن هناك حاجة لإيجاد أماكن ميسورة، ميسورة التكاليف يتم إيجادها كذلك على جانب هذه المناطق الفاخرة والفخمة، وإلا ما سيكون لدينا في النهاية هو وسط مدينة في جدة حصريا على بعض الناس وغير شامل
والمواطنون منخفضي التكاليف والمهاجرين الفقراء والمقيمين الفقراء سوف يهمشون ويبعدون إلى مناطق خاصة بهم أشبه بالجيتو، وهي أماكن ستكون ممتلئة بالجرائم، وهذا يمكن في الحقيقة أن يؤدي إلى ظروف معيشية سيئة واجتماعية سيئة وإلى فوضى وعدم نظام، وهو مشابه لما رأيناه ربما في أثناء أحداث الربيع العربي، حيث رأينا كل هذه الأمور تحدث، وعملية التدمير التي حدثت عبر مدينة. لذلك نأمل أن يكون ذلك شيء يمكن تجنبه في جدة وفي الرياض. أعتقد أن هنالك خطوات اتخذت تجاه منع حدوث ذلك. Thank you. There is another question about هناك سؤال آخر عن ومشابه الحفاظ على الشكل المادي وفي ذات الوقت السماح ب السكان بعيش حياتهم. سوف أطرح سؤالا وهو سؤال مفتوح النهاية بعض الشيء عن مستقبل المدينة بشكل عام. ما أذهلني وكذلك هذا شيء ذكرته في كتابك أن تأثير كوفيد 19 على التحول الذي حدث في الأماكن العامة وتحويلها إلى أماكن المطاعم والأماكن المفتوحة وتحولها هذه الأماكن المختلفة والشاحنات وما إلى ذلك. من خلال ما تراه أو ما رأيته في الرياض كملاحظ أو كمتخصص في الأمور الحضرية، ما رأيته أثناء كوفيد 19، هل تعتقد أن عملية الأنسنة الدائرة هي شيء مؤقت أم أننا نرى نقلة عالمية على الصعيد العالمي؟ هذا سؤال رائع في الحقيقة، ومن الواضح أن ما رأيناه 3 سنوات حيث كان هنالك إغلاق وكان هنالك الناس منعوا من وقيدوا في من أو وضع أو لم يخرجوا من منازلهم، وكان هناك دراية بأحيائهم والحضرية الصغيرة التي كانت موجودة حولهم، وشدد ذلك الضوء على الحاجة إلى المشاركة في عملية تحول بدأت حتى قبل الجائحة، عندما كان هنالك الكثير من الحضور يسمونها المدن القابلة للمشي والمدينة ذات المفهوم 15 دقيقة، حيث يمكن للمقيمين أن يجدوا كل احتياجاتهم في خلال المشي ب 15 دقيقة أو استخدام النقل العام حول أماكن معيشتهم. إذن الجائحة إلى حد كبير شددت أو سلطت الضوء على ذلك، وهذا شيء. إذا نظرنا إلى المدن حول العالم نرى أن هنالك أنه كان هنالك هذه الجهود المتضافرة والمنسجمة والمتناغمة، ليس على عدم الاستمرار بالطريقة السابقة، ولكن البناء بشكل أفضل، وأن نقوم بخلق مساحات إنسانية وتلبي احتياجات الناس وتتجاوب مع احتياجاتهم، سواء كانت في شكل منتزهات حضرية أو أماكن للمشاة أو مناطق قابلة للمشي في وسط المدينة، حيث لا يتم إقصاء الناس فيها ولكن يتم شملهم في بيئة شاملة. إذن أعتقد أن الجائحة إلى حد كبير سلطت الضوء على ذلك وشددت عليه، وأمل أن لا يكون ذلك مجرد موجة أو تتلاشى أو أنها وأن عودة لما كان في السابق، لكن أتمنى أن تكون نقلة نوعية في التصميم الحضري. شكرا لك. ربما يمكن أن نختتم بهذا السؤال، وهو سؤال كذلك واسع. نايف يقول شكرا لك على العرض الرائع استمتعت به، وسؤالي هو هل تعتقد أن الرياض
في المستقبل ستكون مختلفة عن الرياض اليوم عندما يتعلق الأمر بالمواضيع الحضارية والأصيغها بشكل مختلف. أين ترى مستقبل الرياض من ملاحظة الرياض لسنتين والزيارات وكذلك كل هذه المبادرات والمشاريع؟ كيف ترى مستقبل المدينة؟ نعم، الرياض أعتقد أنها على مفترق طرق الآن، فإما أن تتابع النموذج الذي رأيناه في دبي وفي أبوظبي، وهو التطور الحضري والنمط الحضري الذي يلبي احتياجات أو يعتمد على المستثمرين الخارجيين وعلى بيع العقارات والكهنات العقارية وهياكلها، ويدفع بهذا النموذج للأمام، أو يمكنها أن تأخذ مساراً مختلفاً للتطوير وللعملية التطوير الحضري الإنساني. وإذا عندما ننظر في الرياض في هذه اللحظة مشاركة في مشاريع حضرية هائلة، هنالك الكثير من المنافسات التي تحدث حالياً لتنمية أحياء جديدة في شمال المدينة، وكذلك إنشاء ممرات خضراء حضرية جديدة مثل المسار الرياضي سبورتس بوليفارد وغيره من المسارات الأخرى مثل القدية ووادي حنيفة، والذي سوف يواصل التطور وسوف يمضي قدما، كذلك وادي السلي في الشرق، وأيضا يتم تطويره حاليا ويتم حفره حاليا وسوف يجري إلى شرق المدينة وسوف يشكل مسارا مائيا أو طريقا مائيا، حيث يمكن للأحياء حول هذا الطريق أن تكون قادرة على أن يكون هناك منفذ خارجي وبيئة حضرية خضراء كذلك. إذن أعتقد أن المستقبل في الرياض يمكن أن يكون أو أن نجده في هذه التطورات بشكل كبير، وأن المسؤولين الحضريين والسياسيين والقادة بحاجة إلى أخذ ذلك في الحسبان وإلى ضمان أن هذا لن يكون تصميما حضريا معتمدا على التكهنات العقارية وعلى توليد الربح فقط. شكرا لك، شكرا لك دكتور ياسر الششتاوي. أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية هذه الفعالية. أود أن أشكرك على وقتك وأشكرك على تقديم هذه المحاضرة وهذا العرض الرائع عن مدينة الرياض، وأشكر الجميع الذين حضروا، خاصة الذين طرحوا الأسئلة وكانوا متفاعلين، وأود كذلك أن أشكر زملائي في برنامج الدراسات الثقافية والعلاقات العامة في مركز الملك فيصل، خاصة نوف المطلق. أشكركم جزيلا، أشكر الجميع الذين حضروا معنا اليوم، وشكرا لك دكتور ياسر مرة أخرى، وشكرا للجميع. شكرا لك، شكرا.